هيطلقني يا أنكل إبراهيم، لو عرف الحكاية دي هيطلقني، ده غير الفضيحة اللي هتبقى على كل لسان. مدام جتيلي اعتبر الموضوع منتهي، ما تقلقيش. بس ما كنتش أعرف إنك شقية قوي كده يا بوجي. دي مش شقاوة، ده هبل وعبط. قولي بس هتعمل إيه يا أنكل إبراهيم؟ بلاش أنكل دي بقى، خلاص بقينا ستر وغطى على بعض. قولي يا إبراهيم ناوي على إيه بقى؟ طمني. هبعت له مندوب عزرائيل. ماشي، التانية بقى تراب التربة. ماشي، التالتة بقى ركز معايا. الخاتم باين؟ باين يا معلم. يلا. ماشي، بص بقى. خلاص بقى يا معلم، يا معلم أنا بقالي يومين ما نمتش، الشمس قهرت نافوخي. ولا شغل الزبادي ما يطلعش عليا، الله يحن عليك. خوريو. خوريو. ليه الباشا زمانه على وصول؟ ليك في السفلي؟ ليه يا معلم؟ يلا خدنا واحدة سفلي هتخش التاريخ، هتصور مع أكبر حملة. اضحك ياه. مش بقولك مواعيده مظبوطة زي الساعة؟ روح صاحب من المقلوبة اللي جوه. حمادة. يلا ياه. ولا حمادة نمرود. يا ابن المقلوبة. نايم لي هنا وسايبني أنا برا. يا جدع في ايه يا سيون يا جدع؟ حد يصحيك حد كده؟ امال ازاي يعني؟ كده كده بتصحى يا خلاص يا ام صحينا. اتحرك ليه البيكين؟ اوعى عم العالم. الحمد لله على السلامة يا باشا. أنا جاي من العمرة يا شعبان. ما هو كل واحد ياخد وضعه. تعبك؟ ولا السبرتو سلم من اول بخ. بس هيوني انا مرود، هات الامانه. ماشي يا ريس. ادفن يا باشا. ادفن. ارفع يا ابني يلا.